دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ما غنقولش لكم بنات، ما غنقولش، حيتاش جاني واحد الكومونتير بانه راه ماشي غير البنات اللي كيتفرجوا، راه حتى الرجال. دونك غنقول لكم السلام عليكم، غانفيتي ديك البنات نهائيا. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ انا كاينه انا واختي، جات عندي طرقاتني للخدمه. انتم غندير لكم غير البروفيل ديالها. طرقتني للخدمه، بيس طرقتني للخدمه ومشيت بغيت ناخذ واحد دوك الكيسان اللي كيتشدوا من اللي فيهم، اش كيقولوا فيهم، القبضه من الجناب، حيتاش بنتي كتبغي تشرب الحليب ولا اتاي وما كتحكمش لها داك الكاس، وقالت لي ماما جيبي لها داك الكيسان اللي كتول فيهم اليد من الجناب. مي مشيت لضرب عمر ما لقيت ما كاين والو، داك المحل اللي كناخذ منه الضاعات والسكاته وكذا، وشحال من عام كنمشي كناخذ من عنده، لقيت عنده المحل خاوي، ما كاين حتى شي حاجه. ديك السلعه اللي كانت عندهم باعوها وما كاين حتى شي حاجه جديده. صافي بقيت كندور وجات من ورايا لطيفه، كانت باغا من بخرة ساعه ما لقاتهاش، كانت باغا صلايا ما لقات شي حاجه عجباتها. صافي خديت واحد الهكا، دوك اللعاب اللي كيتركبوا ديال الدراري الصغار، خديتهم من الجنه، هادو 40 درهم. وفان كونت لقيت واحد الكاس كان عندها بحالو، هو اللي خديته ليها، حتى هو بخاتي، حتى هو زوين. هذا خديته ب 35 درهم، زوين، ولا كاليتي ديالو زوينه، ديال الالمان هذا. وهاد اللعاب اللي كيتركبوا ما عرفتش على سميتهم ب 40 درهم. صافي كنت باغا ناخذ شي حويجات على قبل زيد على قبل المدرسه، حيت راكم عارفين نهار فين غيبداو القرايه، باقي ما غلفناش ليه كتوبه، باقي ما شريناش ليه كلشي، داكشي اللي عنده، ولكن غيبدا بداكشي اللي موجود والسلام. الاخر لحظه وحنا نقرروا اننا نمشيو للقصري ديال سباته، ومنها لطيفه نيت بغات تمشي عند عبد الرحيم باش تشوف واش لقات شي ساك في النوار اولا البيض، شهوتها في النوار اولا البيض. المهم غادي نديكم معايا وغادي تشوفوا. هاد المره ملي مشيت عند عبد الرحيم الحاجه اللي عجبتني هي الماكن حمقوني، كاين واحد التشكيلات غزالين عنده تبارك الله، كوبي كتبان فحال الاوريجينال، وبالاخص هادي عجبتني بزاف، هذاك لارجونتي والدوغي غزالين غزالين، حتى الشكل ديالها كتبان اوريجينال. هي الوحيده اللي عجبتني، ماشي هي الوحيده ولكن بزاف تشكيلات، ولكن هذه هي اللي الكود كور بالنسبه ليا في هذوك في هذيك الكوليكسيون كامله ديال الماكن. وغادي تشوفوا معايا هنايا لطيفه عزلت واحد جوج سكان حيرت بيناتهم، هذاك النوار وهذاك الصفر، وغادي نوريكم في الاخر ديال الفيديو اشنو اش من ساك خدات، وهذيك البالغينه اللي كانت كتقيس فيها هي اللي خداتها. المهم بقاو معايا.
مثلا يلا جيت دابا دخلت مشيت طرقت مع ماما طلعش للدار مي غير حطيت داكشي اللي خديت لي كوش ودوك اللعاب اللي خديت الفرح والجنه وشمس الدين. مهم خديت واحد شويه الكسكسو سقات لي واحد طويسيل ديال الكسكسو خديت جوج بطبيطات زعما شكرا بزاف لماما. خديت جوج بطبيطات داتهم ليا في صاشيه خديت هذيك المقيله اللي كنت وصيتها تجيبها ليا صافي. ومني مشينا للمحل ديال السيد موسيكان عبد الرحيم خدات لطيفه ساك وخدات بالغين زوينين راه هما اللي صورتهم كانت لابسه البالغين وهزه الساك زوينين بزاف وده معنا ثمن زوين بزاف بزاف وديما كيدير معنا اثمنه زوينين وغزالين حيت هو تبارك الله ما شاء الله عشان لكم واحد السيد ما فضلته قدامكم. المهم وانا كما كتشوفوا راه شتوني كنشير بيدي انا عجبتني هاد المكانه بزاف وكتبان بحال اوريجينال زعما ما كتبانش انها راه غير كوبي كتبان اوريجينال زوينه بزاف عجبتني وخذتها ليا لطيفه. ملي شافتني حاطه عليها العين وتقول لي صافي خديها وخلصت هي. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وكنتمنى هاد لو جوغ ديال الفيديوهات يعجبوكم. مهم شويه هنا شويه فلوق شويه دار شويه كل حاجه منها شويه ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله غدا ولا بعد غدا. المهم غدا الحد يقدر نصور فيديو يقدر نحط هاد الفيديو باقي ما عرفتش. المهم التصويره ديال دوك لي زارتيكل اللي خدات لطيفه غنحطهم لكم هنا الفوق واليمين ولا اليسار غنحط لكم التصويره ديال اشنو خدات ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ليا لايك ومني ما مشتركش معايا في القناه اشترك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. وان شاء الله هاد لاشين تكبر وتزيد تكبر بكم نتوما بالدعم ديالكم نتوما وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم كنشكركم بزاف على كلشي على الدعم ديالكم اللي دعمتوني. الناس جداد كنقول لكم شكرا بزاف بزاف واللي قدام ديما معايا بزاف الناس ما كرهتش نذكر السميات ديالهم ولكن ما غاديش زعما غادي نطول بزاف. المهم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله وبسلامه عليكم تهلاو في ريوسكم.